هلا بكم أينما كنتم في البرنامج الرمضاني خلف خلاف. كل يوم معاكم إحنا في خلاف حول كلمات من عمق لهجتنا المحلية، منها الجديد ومنها القديم، نطرحها على بعض المشاركين ونسمع منهم تفسيرهم لها. تعالوا نتعرف مع بعض على كلمات اليوم. كلماتنا اليوم أصدقائي هي تكانة وعفرشة. خلونا نسمع الناس كيف فسروهم. كان يعني واحد يعتمد عليه، أفرشة يعني واحد رايب أخذ لو كذا ومشاكل، تكانة يعني يعتمد عليه، عفرشة ما أدري والله. تكانة يعني تتكل عليه، وعفرشة يعني عقربة. التكانة كمان مثلي، التكانة هو دائما الشخص أو اللي دائما يعتمد عليه، هذا يسمى التكانة. التكانة عفرشة للأسف ما أعرفه. تكانة وعفرشة، تكانة هذه اللي يقول لك الواحد اللي ما في مثله، لا يقول لك فلان تكانة يعني خلاص مزبط لك أمورك، فلان طلع مع البر هذا تكانة، تقى هو اللي مزبط القهوة مزبط العشوة ومسنعنا من الآخر يعني. عفرشة اللي هي يعني صراحة مصطلح ما استخدمته كثير فما أقدر أفيدك. تكانة يعني رجل منضبط أو جيد أو صادق أو واضح، عفرشة ما أعرفه والله. تكانة يعني شخص نوثق فيه. عفرشة والله أعتبره يمكنه لقب ولا شيء. تكانة ثقل وعفرشة رجة، وعفرشة يعني رجة. ما أعرف شيء والله. تكانة اللي هو المسؤول. تكانة وواحد كويس يعني ممتاز، وعفرشة ومثلا يهرمون أي شيء أي مكان تلقين، أو أقول لك أقراط وش اسمه وأي حاجات بس يرمون. التكانة أصدقائي هي ثقيل العقل، إنسان الرزين اللي يعتمد عليه. أما العفرشة في عكس كذا تماما وتعني التخريب. كانت هذه كلماتنا، وتقبلوا تحياتي غادة العلي وتحيات مخرجنا ضيف الله الرازحي.